معنا سلمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سلمان؟ الحمد لله بخير، كيف حالك أنت؟ الحمد لله بخير، الله يفتح عليك. يلا تفضل يا سلمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك تفخيم الراء ونيسرك لا لليسرى ونيسر ونيسرك ما أقول ونيسرك 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 لليسرى أحسنت فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نفس الشيء تفخيم الراء، خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. ممتاز. إن هذا لفي الصحف الأولى. إبراهيم وموسى. أحسنت يا سلمان، ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة وصوت جميل.